مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات بناء على طلب حضراتكم. النهاردة حلقة كلها خاصة بالعصائر. النهاردة هنستفيد من كل فاكهة الموسم، هنعمل منها مجموعة عصاير لطيفة. نبدأ بقى ندعم شوية المناعة، الحاجات اللي احنا ممكن نكون في العادي مش بنشربها، نبعد شوية عن المشروبات الغازية ونبدأ ناخد حاجات فيها فواكه وحاجات صحية ونستفيد منها. واحنا شغالين هنعرف فوائدها ونحكي عنها شوية كتير. طيب النهاردة هبدأ بسموذي المانجا. سموذي المانجا من الحاجات الجميلة، المانجا من الفواكه اللي أكيد بنستناها كتير من سنة لسنة، بدأت بشايرها في هذا الصيف فاحنا عايزين نتكلم عليها كويس. طبعا أصل المانجا ده يرجع للهند، هما كانوا بيعملوها دايما المانجا مع الحليب أو مع اللبن، وكانوا كمان بيعملوا فيها حاجة غريبة جدا، كانوا بيجففوها ويستخدموها يطحنوها ويستخدموها زي التوابل على السلطات أو مع الأكلات الخاصة بيهم. انتقلت بقى لأفريقيا في حوالي تقريبا القرن الـ14، وهي ليها فوائد كتير قد ما هي برضو قطرها مش كويس، لكن هي بتحسن المناعة، هي بتساعد على الهضم، هي بتفيد في صحة القلب، بتحسن بتحمي العيون وبتحسن مشاكل الرؤية كتير، بتحمي من سرطانات القولون والرئة والعظام وكمان سرطان الثدي، وبتمنع التجاعيد. في ناس تعمل منها ماسكات تحافظ كمان على الشعر أو بتعزز يعني من الشعر الصحي، وبتحمي من الإمساك، هي فيها ألياف كتير، وبيقولوا انها ليها تاثير في ظهور يعني بتاجل شويه او بتاخر من ظهور علامات الشيخوخه. طبعا المانجا اضرارها في زياده بتبقى ان احنا يعني ما نكترش منها، انها بتبقى فيها يعني بتاذي الكلى شويه، فاحنا مش عايزين ده، فخلينا ناخدها باعتدال. ولو هناخد من المانجا نبقى لازم نشرب كميه ميه كتير جدا، لكن لو هناخدها في عصير لطيف اوكي، هناكل بيها قطعه بسكويت او تارت او ايا كان سابلي، او ناخدها في مثلا موس بالمانجا، في تورته صغننه بالمانجا. خلينا ندعم من كل انواع الفواكه، ما نحددش نوع معين بعينه عشان نستفيد من كل الفواكه اللي موجوده. اصلا تنوع الالوان هو ده اللي بيدينا الفوائد الكتير. طيب تعالوا نقول بسم الله. هبدأ في أول وصفة. أنا عندي مانجا. طبعا المانجا في ناس كتير بتحب تخزنها من السنة للسنة، في ناس بتخزنها كاملة يعني شكل الثمرة الطبيعية للمانجا في الدي فريزر، وفي ناس بتحب تخزنها عصير أو بتبدأ تقطعها قطع، جزء قطع وجزء بيبقى عصير مانجا. طبعا هي رائعة، ولكن نقدر بقى نخلطها مع برتقال، نقدر نخلطها مع جزر، ليها كده تركيبة معينة تقدر نحنا نطعمها مع بعض العصاير أو بعض الفواكه، ما تغيرش كتير من طعمها لكن هتضفيله كده لمسة جميلة وهنستفيد منها كتير. طيب تعالوا نقول بسم الله. أول حاجة سموزي مانجا. عندي كوبايتين من المانجا متقطعين كيبس أو مكعبات، عندي ربع كوباية من السكر. نقدر نستغنى من السكر لو هي مسكرة قوي، ممكن نقلل عن كده نحط معلقة واحدة بس من السكر أو معلقة عسل أبيض، وعندي نص لتر من اللبن، وعندي طبعا تلج. طيب تعالوا كده بسم الله هنحط كمية التلج الأول، وهاخد شوية من السكر، مش هدعم سكر زيادة عشان هي بالفعل فيها كمية سكر حلوة، أو النوع ده من المانجا فيه سكر حلو، ان هي اصلا مانجا سكريه. بسم الله. وبعدين هسيب شويه كده كام مكعب هحطهم في وسط الايه الجار او الكب يتاكلوا كده. طيب خلينا بقى ننزل بسم الله شويه من اللبن، ممكن حليب جوز الهند على فكره هيبقى رائع، يعني حليب جوز الهند كمان بيدي طعم حلو قوي، ناس عندهم حساسيه البان ممكن تستخدموا حليب جوز الهند على فكرة. بسم الله. حاضر. طيب هاجي كده اسمحوا لي اخد هنا. وهبدأ أنزل الخليط الجميل ده.
طبعا هيبقى فيه تلج تاني كتير. بصوا التلج لازم يبقى جوه كده، وخليني اخد بقى من قطع المانجو دي شايفين، الله روعة. هدوق دي، مفيش مانع ان انا ادوقها على فكرة. مانجا فيها مزازة سنة. طيب يلا بينا ناخد بقى الجار ده ونودي اول عصير سموذي بالمانجو، جميل جدا. ممكن احط بقى الشاليمو معاه اللي عايز يشربه كده، تقيل جميل، حاجه حلوه. تعالوا بقى نتكلم عن، خلي بقى دول كده. تاني حاجه بنحبها في الصيف البطيخ. البطيخ ده من الحاجات الجميله جدا اللي فيه يعني فوائد كتير، نسبه الياف حلوه، بيدي نسبه ميه حلوه، فيه فيتامين الف وفيه فيتامين ه وفيه فيتامين سي، في كمان مجموعة ألياف لطيفة جدا بس ما تستهتروش بنسبة السكر اللي موجودة فيه. في كمان فيتامين بي 6 وفي الفوليك أسيد أو حمض الفوليك، كويس جدا في البطيخ، مفيد للناس يعني السيدات الحوامل. عايزة أقول لكم بقى أن أصل البطيخ ده يعود لجنوب أفريقيا من حوالي تقريبا كده 150 سنة، وبيدي الجسم يعني بيمد الجسم الرطوبه، ان احنا في الحر دايما عايزين حاجه مرطبه، بيعزز مناعه الجسم بشكل كويس، وعنده في الياف طبيعيه صحيه جدا، وبيحسن من البول، بيعالج امراض الكلى، بيخفف من الامساك، اي حاجه فيها الياف بتبقى جميله، وينقي الجسم من السموم. ونخلي بالنا بس منه، هو طبعا كويس لمرضى الضغط، لكن خلي بالنا من مرضى السكر يعني عشان في نسبه سكر، خلوا بالكم يعني نسبه السكر دي لازم نحسبها كويس، ما تستهتروش وتقولوا البطيخ ما فيهوش مش مسكر قوي، لا هو مسكر جدا، في نسبه سكر عاليه. طيب خلينا بقى نبدا نحكي عن المقادير. انا عايزه البطيخ، لو عايزينه هفترض احنا اشترينا بطيخه والبطيخه دي طلعت مش قد كده للاكل، على طول هاخد البطيخه دي هوظفها في حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ هعمل منها ايس كريم وهعمل منها عصير في الخلاط. هدعم العصير ده بشويه من السكر وشويه من عصير الليمون عشان تديها اللون القرمزي الحلو ده، هيغمق درجه عم حضراتكم هتشوفوه. اول ما نديله عصير الليمون ماده حافظه، وابقى دعمت فيتامين سي حاجه فريش، وفي نفس الوقت احتفظت بالبطيخ ويعني ما رميتهاش، واقدر اخد البطيخ البيوري اضيف عليه كريم شانسي واضيف عليه مثلا حليب مكثف محلى واضربهم بالمضرب مع بعض وادخلهم الفريزر، فيطلع ايس كريم بطيخ لطيف جدا، حاجه متلجه جميله في البيت مرطبه. خلينا نقول المقادير اللي هنعملها دلوقتي ونشتغل بيها هي سموذي البطيخ بالنعناع. انا الحقيقه هدعم مع البطيخ بنجر. البنجر مفيد جدا، فوائده رهيبه. عايزه اقول لكم في نسبه بروتين عاليه وفي دهون وفي الياف وفي فيتامين جي وفي كمان فسفور، نسبه فسفور، وفي منجنيز وفي حديد عالي، لان احنا دايما بنقول لو عندنا انيميا هو صحي لصحه الدم، حارق للدهون بشكل كويس، وبيحافظ على صحه الكبد. الناس اللي عندهم كبد دايما بيتكتب لهم البنجر، مهم جدا لعلاج الانيميا والاطفالنا والشعر، حمايه كمان الجنين للسيدات بيبقى رائع للعيوب او العيوب الخلقيه يعني، بيحسن وظائف المخ، وطبعا بيمدنا بالطاقه، في نسبه سكر مش وحشه، وبيقلل من ضغط الدم، فهو الحقيقه معالج جدا. كمان للناس اللي عندهم امساك دايما بيقوي المناعه عندهم ومفيد للامساك، بيدي طاقه كده حاجه حلوه. فانا شايفه ان البنجر ده المفروض ما نستغناش عنه صيف شتاء، يعني صيف شتاء ما نستغناش عنه، يتحط في سلطات. على فكره البنجر ده بيتجفف، يعني بيتقطع شرايح زي الثوم كده، بيتجفف وبيتحط باودر ونحط منه على السلطات ونحط منه على الانواع من الرز ونحط منه على انواع كتير جدا من التوابل الخاصه بيه، تتبيلات في اللحوم، في الـ في الـ في الـ في الفراخ، في اي حاجه احنا عاوزينها، فبيبقى رائع وينفع كمان كمشروب. خلينا نبدا كده ندعمه. طبعا البنجر ده يعني مش قادره اقول لكم على جماله، يعني يا ريت ما نهملوش، ولو مش بتحبوه حطوه مع حاجه ما يبانش فيها،
وانا سلقاه. انا هوري حضراتكم دلوقتي، انا طبعا هقطع منه قطع صغنونه كده. خليني ايه اخد، اوكي، مقطع منه حته صغيره. انا سلقته، طبعا تقدروا تاكلوه مسلوق كده من غير اي اضافات. اولا هو رائع، مفيد جدا. ونقدر، انا عايزه اقول لكم حاجه، الناس اللي بتحب مثلا، يعني هفترض الناس اللي بتحب تعمل لبشرتها بيقولوا ايه، كنا بنحط تنت او اللي هو الحاجه اللي بتحمر كده طالعه دلوقتي في مستحدث من الميك اب، يعني بيدي كده حمار، حاجات على حسب درجات انواع البشره. البنجر ده احلى تنت في الدنيا، يعني واحد بيحطه على الوش بيعمل ماسك وبيخلي الخدود اصلا حمراء طبيعي، وحاجه مفيده. بيتعمل بيه ماسكات للجسم بعد الساونا وبعد الحاجات اللي فيها يعني حمام مغربي وكده، لانه بيدي لون بينكي كده للجسم بيبقى رائع. في ناس بتضيفه على الحنه للشعر الاحمر زي حالاتي كده، يعني بيستخدموه كده، فانا بستخدمه جدا، بغليه وبستخدمه مهروس، وبستخدم كمان الميه بتاعه الغلي بتاعته، بس بيكون متقشر خلاص، بضيفه بقى معاها وبنحطه مع الناس اللي بتحب الحاجات الطبيعيه. يعني بصوا كده هحط كام واحده منها، خلينا نشوف. وبعدين هو طبعا في نسبه سكر لا باس بيها، انا طبعا مستخدمه هنا معلقه من سكر الفاكهه، لان انا حاسه ان البنجر يكفي نسبه السكر اللي فيه، ونسبه السكر الموجوده في البطيخ كافيه جدا. بسم الله كده، حط بقى كميه بطيخ حلوه. انا كده كده هصفي عشان لو في بذره كده ولا كده نبقى احنا في الامان. حلو، بسم الله، خلاص كده تمام. هاخد بقى ورقتين نعناع بالعدد بس كده، هنا وعندي عصير الليمون. عصير الليمون، حاضر. انتوا بتخضوني ليه؟ ماشي يا حبايبي، هنحط نقطة لازم عصير الليمون. وعصير الليمون يفضل يبقى طبيعي يا جماعة. عايزين شوية تلج، بس انا هضرب الاول كده برضو بالبطيخ عشان ننزل المايه اللي فيه ونشوف ايه الاخبار. كده هناخد بس شويه التلج يحركوا الدنيا. ايوه تسلم. وهاخد كده شويه من الميه بس. خلينا اجيب سباتيلا هزق بس زقه كده بسيطه، انا مش عايزاه يبقى ميه كتير، انا عايزه ايه يتخلط حلو، بس مش عايزه ازود الميه كتير عشان يبقى مظبوط. ونرجعه تاني، يلا بينا. بسم الله، بصوا الجمال. بصوا بقى، انا علشان اريحكم، عشان بس ايه الولاد، انا عارفه اصل الولاد الصغيرين دول بيبقوا ايه كده مركزين زياده، فانا هصفي. وعلى فكره
يعني انا واحده من الناس يمكن تستغربوا شويه، بس معلش هي طبيعه. انا ما اعرفش اشرب عصير البرتقال الفريش اللي متصفي، يعني بعد ما يتعصر فريش لازم اصفيه. تعالوا كده نصفي دول. انا تقريبا عندي بغبغان في الكنترول. كده شايفين؟ علشان يشربوه بقى بالشاليمو مبسوطين، ولو كان في بذره كده ولا كده في البطيخه بقى انا امنت نفسي بشكل جميل. بصوا اهم حاجه ما تكتروش البنجر عشان ما يتغاش طعمه، يستمتعوا بيه. وبصوا سرقه، هذه سرقه، يعني احنا بنتحايل على الموضوع عشان ياخدوا البنجر في وسط البطيخ. ولحضراتكم للسيدات اللي عندهم انيميا ولكبار السن ولكل حاجه، كل العصير ده رائع. عايزه اقول لكم بقى لما يجي الشتاء ويبقى فيه فراوله والفراوله تنزل، اخلطوا بقى الفراوله مع البنجر مع البطيخ او الرمان، يعني كميه حديد رائعه في خلال اسبوع. اللي عنده انيميا بس ما تكتروش منه، هي مره واحده في اليوم عشان بيعمل امساك، لان في نسبه حديد عاليه برضه. فاحنا بنعمل موازنه بين اللي فيه الياف وبين الحديد. كده شايفين اهو، يعني ضمانا الشويه دول ممكن يضايقوهم وهما بيشربوا في العصير، فاحنا مش عايزين نضايقهم ابدا. اهو هقلب تقليبه كده، شايفين الجمال؟ وايه اهو كده كده. بصوا ناخد بقى هنا ونروح نقدم عند الجارات بتاعتنا اللي احنا عايزينها. ناخد واحد فيه احمريكا يليق معانا اهو، عصير بقى خفيف وفي الشاليمو بتاعته، وهم بقى هيتبسطوا قوي بالحاجات اللي فيها الوانه.